في الحقيقة اللي متابع المشروعات اللي بتعملها الدولة المصرية حاليا بتمشي على أكتر من مسار متوازي. يعني على سبيل المثال لو اتكلمنا في ملف الصحة هنلاقي أن في ارتباط جذري بأهم الأمراض اللي كانت موجودة في مصر، يمكن الأمراض الكبدية كانت من أشهرها. مصر عملت تبطين ترع، عملت تنقية للمياه، عملت مشروعات لفلترة المياه، وأيضا اشتغلت على علاج ما تم أو ما يعني فعله الماضي بالمصريين. من كام يوم احتفلت مصر بمرور عامين على إطلاق مبادرة معا لبر الأمان. المبادرة دي كانت أحد المبادرات الرئاسية علشان نكشف مبكرا عن الأورام اللي أعادت رسم الخريطة الصحية في مصر من جديد. طيب مصر خطتها إيه؟ مصر خطتها وفي طريقها للقضاء على سرطان الكبد على غرار فيروس سي. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. صباح الفل على حضرتك يا دكتور وأهلا بيك. صباح الخير يا أستاذة بسان، صباح الخير يا أستاذ مصطفى. أهلا دكتور. أهلا بحضرتك. كل سنة طيبين ومصر طيب. كلها بخير. وحضرتك طيب وبألف خير دايما يعني. المقدمة اللي قالها أستاذ مصطفى طبعا حقيقية، وطبعا البحث عن الأسباب التي تؤدي إلى الأمراض للوقاية منها ده مكون أساسي في البرنامج الصحي المصري. طبعا مشاكل الكبد كانت مشاكل مزمنة في مصر ابتداء من مرض الهرشية والأمراض الأخرى، ثم الالتهاب الكبدي، ثم ما أدى إليه الاثنين أن يحدث انتشار أو زيادة في أعداد حالات أورام الكبد وبعض الأورام الأخرى اللي هو الست الرئيس حطها في أولوية للكشف المبكر، تشمل أورام الكبد والرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم، بحيث أن هذا الكشف المبكر يؤدي إلى التشخيص المبكر ويؤدي في نفس الوقت إلى أن المريض بيكتشف في مراحل مبكرة فبيكون العلاج أسهل شافيا أو يقلل من مخاطر المرض. عشان أكون دقيق قوي مع حضراتكم، إحنا في الطريق للقضاء على مسببات سرطان الكبد، وكان المسبب الرئيسي هو التليف الناتج إما عن البلهرشة، والحمد لله البرنامج القومي لمكافحة البلهرشة نجح نجاح كبير جدا وأصبحت حالات البلهرشة نادرة أو قليلة جدا. نفس الشيء بالنسبة لسرطان الكبد، بوضع مصر في المنطقة الذهبية للسيطرة على التهاب الكبدي جيم أو سي، كانت بادرة طيبة جدا. وطبعا حضراتكم عارفين أن تم علاج ملايين المرضى المصابين بهذا المرض وشفي منهم الغالبية العظمى، وأصبحت الحالات نادرة جدا تذكر في المعدل العالمي بعد ما كنا أعلى دولة في العالم الإصابة بالتهاب الكبدي سي. فإحنا في بهذه الطريقة، ثم البحث عن التشخيص المبكر لهذه الأورام ووضع الخطط أو الاستراتيجيات أو البروتوكولات العلاجية لها في مراحل مبكرة، الحقيقة بترفع المعاناة عن المرضى وعن الاقتصاد المصري. طيب دكتور حضرتك بتقول الأورام، هل المبادرات الرئاسية دي شملت أورام تانية ولا بس أورام الكبد؟ الكشف المبكر عن الأورام اللي هي مبادرة ست الرئيس دخل فيها أكثر أنواع الأورام انتشارا في مصر، وكان منها الكبد ومنها الرئة. وطبعا حضرتك عارفين الرئة أسباب سرطان الرئة أو أورام الرئة، السبب الأساسي هو التدخين. التدخين، وإحنا دلوقتي في برنامج قومي أيضا لمكافحة التدخين أو الحد من التدخين والتعليم، يعني مع الأسف المدخن بيقعد يدخن سنوات طويلة حتى تحدث مضاعفات من التدخين. التدخين هو السبب الأساسي لسرطان الرئة، وبيخش فيها سرطان القولون، وده بالحقيقة بنظام غذائي جيد وآمن، وزي ما الأستاذ مصطفى قال البحث عن الأسباب التي قد تؤدي إلى مثلا مصادر للطعام أو الشراب التي تؤدي إلى نوع من الأورام في القولون، ثم سرطان الثدي عند السيدات، ودي كانت المبادرة الأولى والتي أدت لاكتشاف يعني بعد فحص ملايين السيدات اكتشاف حالات مبكرة جدا من أورام الثدي وتم علاجها وكانت في مراحل مبكرة جدا والتي تضمن الشفاء بإذن الله.
ثم ايضا احنا قلنا القولون، وثم سرطان البروستات عند الرجال، وده برضو في برنامج الكشف المبكر. كل الابحاث وكل النتائج بتقول ان الكشف المبكر يؤدي الى الشفاء، لان طبعا المراحل الاولى من المرضى بتكون اكثر قابليه من المرض تؤدي تكون اكثر قابليه للشفاء. طب ممكن حد يشوفنا يقول ايه العلاقه ما بين فيروس سي وما بين سرطان الكبد يا دكتور؟ ممكن نوضح القصه دي؟ هو كان بيؤدي فيروس سي زي البلهرسه الى تليف الكبد. التليف كان بيطلع منه بؤر اورام، يعني شتت الكبد لما يحصل له تليف يحصل بؤر اورام في الكبد نتيجه لهذا التليف. فكان عندنا اكثر الاسباب في الاول بالهرسه، وحاليا هو كان الالتهاب في المرحله الحاليه اللي هو التهاب الكبد للسي. طبعا سيادتك احنا عملنا اتعملت المبادره ورعاها سياده الرئيس والدوله قامت بها، وتم توفير العلاج بالمجان لكل المرضى والمتابعه ايضا. انما طبعا في حالات لسه باقيه من الحالات التي عالجت من فيروس سي. هو دي الحالات اللي بنبحث فيها عن العلاج المبكر او الكشف المبكر حتى يتم الشفاء في مراحل مبكره. وعايز اقول برضو ان احنا بكل التوعيه والنظم التوعيه الكبيره جدا بنحد من امراض اخرى في الكبد. في العالم كله دلوقتي فيه مشكله الكبد الدهني طبعا، ودي مشكله كبيره جدا، وطبعا اثبتت الابحاث العلميه ان هذا الكبد الدهني قد يؤدي الى اورام الكبد. وعشان كده النظام الغذائي الجيد، الحد من السمنه، ودي احدى المبادرات الرئاسيه ان احنا نحد من السمنه، لانها السمنه والنظام الغذائي وممارسه الرياضه هي الوسيله حتى الان المتاحه للحد من الكبد الدهني. طيب دكتور، يعني لو قلنا تكلفة علاج مريض سرطان الكبد بتكلف الدولة حوالي قد ايه يا دكتور؟ والله يا فندم طبعا حضرتك عارفة كل الأورام ليها مراحل. يعني كل مرض كل مكان مبكر طبعا، مرحلة صفر اللي هو الورم في مكانه، مرحلة واحد واثنين وثلاثة وأربعة حسب انتشار المرض. كل ما مرحلة من دول بتزيد كل ما التكلفة بتزيد جدا. هناك أدوية حديثة لعلاج الأورام الحقيقة مكلفة جدا وسعرها مرتفع جدا. وعلى التوازي غير حكاية التكلفة للدولة أو للمريض أو للنظام الصحي أو للتأمين الصحي، المعاناة اللي بيعاني منها المريض وأسرته نتيجة لهذا المرض ونتيجة لتداعياته ومراحله المختلفة. فالحقيقة هو العائد اقتصاديا وأيضا على المريض وأسرته أيوه، وعلى المجتمع، لأن هذا المريض طبعا في مراحل المرض المختلفة سواء بيعمل عمل خاص أو عمل في أي مكان بيبقى قدرته على العمل حقيقة قليلة جدا. فكل دي عوامل بيستفاد منها في الكشف المبكر، منها زي ما حضرتك قلت الجانب الاقتصادي، لكن في مراحل معينة من المرض تحديد الإجابة على حضرتك بتبقى التكلفة عالية. طب دكتور عوض، يعني انا عارف ان علشان تكشف على يعني اورام معينه في القولون غير لما تكشف عنها في البروستاتا، غير لما تكشف عنها في الرئه، يعني المبادره دي بخش بكشف على كل مسببات الاورام او دلالات الاورام زي ما بيقولوا، ولا انا ببقى بشتبه في حاجه معينه وبعمل كده؟ شوف سيادتك سؤال مهم جدا وهام جدا. كل مرض من دول له طرق لاكتشاف المبكر بالظبط، كل واحد منهم حسب نوع المرض. يعني مثلا اديك مثلا على سرطان الثدي في فحص مباشر، ويمكن وبعدين في اشعاعات بتتعمل، وبعدين في عينات بتتاخد. كل واحد ليه مراحل. نيجي للرئه، في اشعه بتتعمل، في اعراض اللي بيشتكي منها المريض، قد نحتاج نعمل منظار للرئه او ناخد عينات. القولون بيتعمل منظار على القولون، والكبد بيتعمل اشعاعات ثم عينات. فكل واحد من دول له طريقه. البروستاتا بيتعمل اللي هو بعض التحاليل الكيماويه البي اس اي عشان نشوف مستوى ارتفع ولا في الحدود الطبيعيه. فزي ما حضرتك قلت في اشعاعات، في فحص اكلينيكي، في مناظير، في دلائل اورام.
هو السؤال اللي كنت حضرتك بتقصد بيه ازاي في وقت واحد نقدر نشوف كل الحاجات دي؟ بالظبط كده. السكريننج ان انت ما بتشوف عدد معين، يعني مثلا انت سرطان الرئه ممكن يجي في سن معينه اللي هي السن اللي فيها المرض اكثر انتشارا، هذا لا يمنع انه في اعمار اخرى ممكن يجي. فايه هو التارجت بتاعك للمجموعه اللي انت محتاجها مثلا عشان تكشف على سرطان الرئه؟ ناخد المدخنين، بما ان سرطان الرئه اكثر انتشارا في المدخنين فناخد فئه المدخنين، وفي سن معينه بتعمل نوع من الدراسه الكلينيكيه انك تاخد هذه المجموعه وتفحصها في المنطقه اللي انت تعمل فيها سكريننج على هذا المرض. زي بالظبط ما حصل في الكشف المبكر عن اورام الثدي، تفحص ملايين وطلع منهم مثلا عدد معين، صحيح، حوالي 140 ألف حاله في مراحل مبكره اتعمل لهم اللازم وكانت نتيجه ناجحه جدا للغايه. طب دكتور محمد، على غرار فيروس سي، هل ممكن نوصل لمرحله نقول انه مصر خاليه من سرطان الكبد؟ بالمعدلات العالميه ممكن، بس الاول حضرتك ان احنا نقضي على الاسباب تماما التي تؤدي الى هذا السرطان. وعندما نؤدي الى هذا فطبعا النسب بتوصل، يعني هو كلمة قضاء تام بتحتاج مستوى معين من الحالات لكل مليون مواطن أو 100 ألف مواطن أو 1000 مواطن. لو قلت أني وصلت لهذا العدد بتعتبر سيطرت تماما على هذا المرض. والحمد لله احنا عندنا أمراض كتيرة ربنا يعني أكرمنا وقضينا عليها، زي شلل الأطفال، صحيح، زي الضرن وصل لمراحل جيدة جدا، الحصبة والسعال الديكي والدفتيريا، كل دي أمراض معدية. لكن بالنسبة للسرطان زي مضحك، لما نتغلب على الأسباب المعروفة حتى الآن بنوصل لمعدلات عالمية، فبنقول سيطرنا على هذا المرض. يا رب الصحة لكل المصريين، نتمنى يعني إن شاء الله يا أن رب الدولة المصرية تقدر أن هي يعني تمشي في المسارات المتوازية دي بكل ثقة، تقدر أن هي تعالج العرض وتعالج المرض، تعالج الأسباب وتعالج النتائج. بنشكرك دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الإيضاحات.